أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. إن شاء الله سوف نحل اختبار وحدة الأولى للصف الأول الإعدادي، فصل دراسة أول في مادة الجبر. بيقول معكوسة الضرب للعدد النسبي سالب 2 على 3 هو، طبعا سالب 3 على 2 اللي جت خارج قسمة 7 على 12 على سالب 3 على 2. يجب أن نضرب، احنا عارفين القسمة هي عبارة عن ايه؟ المقسوم عليه في في المعكوس الضربي للمقسوم، هيبقى سالب 7 على 12 في سالب 2 على 3، ده المقسوم عليه. يبقى المقسوم في المعكوس الضربي للمقسوم عليه، معكوس الضرب اللي هو سالب 2 على 3. صفر زائد سالب 4، صفر على دي على صفر على سالب 14 اي حاجه، صفر على اي حاجه بيدي الصفر. سالب 4 على 3 في سالب 3 على 4، طبعا دي معكوس ضرب ليه، حاصل ضرب يساوي 1. مش عايزك تضرب، هو عاوز يشوف انت فاهم معكوس، فاهم خواص ولا مش فاهم، بس مش عاوزك هو تضرب تتعب نفسك. العدد النسبي الذي يقع عند منتصف المسافة بين 2 على 5 و 4 على 5، ايه اللي بين 2 و 4؟ 3 على 5. 2 على 3 في 2 زائد نص بتساوي، شوف 2 على 3 في 2 وزع ضرب ده في ده، 2 على 3 في نص، يبقى في 2 على 3 في نص. أوجد قيمة سين التي تجعل العبارة الرياضية الآتية صحيحة. سالب 3 على 5 في سالب 5 على 3 عدد في معكوس الضرب بيديني مين؟ يبقى بيديني 1، يعني س بتساوي 1. سالب 3 وتلتين في س بيساوي سالب 3 وتلتين، ايه اللي تضربه في العدد يديك نفس العدد اللي هو الواحد اللي هو المعكوس الضرب. المعكوس الضربي للعدد النسبي 1 وتلتين هو، ما تعرفش تجيبه كده الا اذا رفعت الكسر، 1 في 3 ب 3 و 2 5 على 3، يبقى المعكوس الضربي هو س بتساوي 3 على 5. س في 3 على 4 زائد سالب 2 على 3 بتساوي، شوف الس وزعها، المفروض اوزع الس في 3 على 4، هو قال نص في 3 على 4، يعني شال الس وحط مين؟ نص، يعني س بتساوي نص. نتأكد كده، س في هيضربها في سالب 2 على 3، أدي النص برضه في سالب 2 على 3، إذا الس بتساوي نص. احسب قيمة كل مما يأتي، 3 على 4 في نص سالب تلت، ممكن تضرب توزع ممكن تجمع على طول، 3 على 4 في 6 مقام مشترك على 2، فالتلاتة في 1 ب3، سالب 6 على 3 في 2 1 في فالاتنين في 1 ب2 سوى 3 على 4 في سدس على دي فالاتنين سوى 8، 3 على 5 على ده يبقى 3 على 5 في العلم يبقى تبقى في سالب 15 على 9 على 3 فيها 3 على 5 فيها 3 على 3 في 1 يبقى بتساوي سالب 1. 3 ونص على دي زائد بتساوي 3 سالب 3 ونص، بتخلي النص ربع، يعني بتخلي الاتنين في المقام ديت 4، يبقى ضربت هنا في 2 بضرب بسط في 2 زائد في 3 وتلتين وربعين زائد 2 وربع زي ما هي بتساوي سالب وموجب، ايه الكبير؟ العدد سالب يبقى اكتر هالعددين، ربع من ربعين باقي ربع، اي واحد من 2 واحد على 4 واتنين من 3 واحد. سبعة على 12 في 23 على 45 زائد 17 على 12 في 23 على 45 ناقص 2 في 23 على 45 بتساوي، ايه بقى؟ تلاحظ ان هنا عندك كام مشترك؟ 23 على 45 اهي اهي اهي، يبقى احنا بنوزع، نقول 23 على 45 وافتح قوس على دي فباقي الياء ايه؟ 7 على 12 زائد 7 على 12 ناقص
اتنين. طب الاتنين تبقى كام على اتناشر؟ يبقى اتناشر اربعة وعشرين على اتناشر كمان، يعني الاتنين اللي باقية دي الناقص اهيت خلتها كام؟ اربعة وعشرين على اتناشر بتساوي، نكملها هنا، تلاتة وعشرين على اتناشر على خمسة واربعين في اتناشر اهي، سبعة وسبعة اربعتاشر ناقص اربعة وعشرين يبقى ناقص عشر، بتساوي على الخمسة في التسعة على الخمسة في الاتنين على الاتنين في الواحد الاتنين في الست، بسالب تلاتة وعشرين على ستة في تسعة باربعة وخمسين. اللي بعدها برضو عندي هنا تلاتة على سبعة في، طيب دي زائد في زائد، يبقى أجمع ده لوحده وأجمع ده لوحده والناتج أضربه. هناخد هنا أربعتاشر للاتنين دول، على الاتنين في السبعة في واحد بسبعة، زائد على السبعة أربعتاشر على السبعة في الاتنين في تلاتة بستة، ده الناتج ده هيبقى فيه، دي سالب وده موجب، هنا تلاتين على دي في الخمسة في اتنين بعشرة، سالب موجب سالب، تلاتين على خمسة في الستة في أربعة أربعة وعشرين، بتساوي سبعة وستة تلاتاشر على أربعتاشر في سالب أربعتاشر على تلاتين، تساوي سالب تلاتاشر على تلاتين. ينساب الماء خلال أنبوب بمعدل اتنين ونص لتر في الدقيقة، يعني كل دقيقة بينزل عندي اتنين ونص لتر، مع عدد الدقائق التي يملأ فيها ثلاث خزانات مياه سعة الواحد عشرين. يبقى أنا عايز مياه قد إيه للثلاث خزانات؟ يبقى الماء المطلوب بيساوي تلاتة في عشرين بيساوي ستين، يبقى نجيب عدد الساعات نشوف المية كلها قد ايه، نقسمها على كل ساعة بينزل قد ايه اتنين ونص. طب اتنين ونص اتنين في اتنين باربعة وخمسة خمسة، يبقى نقسمها على خمسة خمسة على اتنين، يبقى عدد الساعات بتساوي ملء الخزانات كلها اللي هو ستين على خمسة على اتنين، بتساوي ستين في اتنين على خمسة، بتساوي على خمسة في الاتناشر، اتناشر في اتنين باربعة وعشرين قد ايه ساعة؟ ساعة ولا دقيقة؟ لا دقيقة، عشان هو بيقول في كل دقيقة اتنين لتر ونص، يبقى دقيقة، يبقى اربعة وعشرين دقيقة، يعني أقل من نص ساعة بشوية. ما عدد قطع السلك التي يمكن تقسيم كل منها بالتساوي إلى تلاتة وتلات أرباع متر من قطعة طولها ستين، يبقى أنا القطعة كلها ستين، يبقى عدد القطع بتساوي ستين على تلاتة وتلات أرباع، تلاتة في أربعة باتناشر وتلاتة يبقى خمستاشر على أربعة، بنقسم ده على ده. هل توجد قطع أخرى بقية وما طولها؟ هنشوف، يبقى ستين على دي نخليها فيه أربعة على خمستاشر، على خمستاشر في الواحد على خمستاشر فيها إلا أربعة، في أربعة بستاشر وما بقاش حاجة. بيقولوا هل توجد قطع باقية؟ يبقى نقول عدد القطع بيساوي أربعتاشر قطعة ولا يوجد قطع باقية. رقم خمسة التالية بيقول ضع العلامة المناسبة، سالب تلاتة ونص سالب أربعة، إيه الكبير فين؟ مين الكبير فيهم؟ ده الكبير، لأن ده بالسالب، بل كل ما العدد يصغر يكون أكبر من منه لو كان سالب، يبقى ده أكبر. تلاتة ونص وأربعة، دي تلاتة موجب ونص دي أربعة، يبقى دي أصغر. سبعة سالب سبعة على تلاتة صفر، صفر ده السالب على يساره، يبقى دي السبعة على تلاتة أصغر من الصفر. سالب القيمة المطلقة، القيمة المطلقة سالب تلتاشر على اتنين بتديك تلتاشر على اتنين، تقسم هتديك ستة ونص، يبقى بيساوي تلتمية اتنين وتسعين على تسعة، نقسم كده تسعة تلتمية
على 9 في الأربعة، 39 على 9 في الأربعة، الأربعة في 9 بستة وتلاتين بقى 3، يبقى 32 على 9 فيها اللي هي 32 على 9 فالتلاتة في 9 ب27 وبقى 5 على 9. دي 43 و5 على 9، أما دي 44 مهما كانت الكسرة أكبر من ده ما يأثرش، لكن العدد أكبر من أصغر من العدد فهيصبح أقل منه. سالب 214 على 14 سالب 15 وتلتين. نقسم بقى على أو تحسبها بالآلة الحاسبة، 214 على 14 فالواحد، وأربعتاشر 14 من 21 7 يبقى 74 على 14 فال 6 4 في 6 24 مش تنفع، فال 5 ال 5 في 14 5 في 14 ب 60، 5 في 24 4 في 5 ب 5 1 7 70 باقي 4، يبقى بتساوي، يبقى الكلام ده الناتج ده هو بيساوي الناتج ده هو هيساوي سالب 14 15 وباقي كام 7 على 14. اما دي طب 7 على 14 فهم نص، يعني ده بيساوي في النهاية هيساوي سالب 15 ونص. اما دي تلتين اكبر، دي 15 و15 دي سالب والسالب النص اصغر من التلتين، يبقى العدد ده اكبر من ده لانه سالب يبقى ده اكبر منه. اذا كانت س بتساوي 3 على 2 وص بتساوي ربع بالسالب وعن بتساوي سالب 2، فاول القيمه العدديه لكل من س، هنجيب بقى نحسب المساله دي هنا، س ناقص عين على صاد بتساوي س ب 3 على 2 ناقص الاول عين بكام بالسالب 2 على صاد، صاد بكام بسالب ربع بتساوي 3 على 2 ناقص على دي سالب النص، سالب 2 في 4 سالب 4 بموجب 2 في 4 ب 8 تبقى اهي 2 سالب في سالب 4 تساوي 3 على 2 سالب اللي بره في سالب سالب بموجب 2 في 4 ب 8 تساوي سالب بقى 3 على 2 ناقص 8، دي 1 ونص، 1 ونص شيلهم من ال 8 هيديني الناتج بالناقص 6 ونص. س على ص ناقص ع على ص بتساوي الس ب 3 على 2، 3 على 2 على ص سالب ربع ده في قوس، ناقص العين بسالب 2 على ص بسالب ربع بتساوي 3 على 2 في سالب 4 سالب سالب 2 في سالب 4 بتساوي سالب 2 في 3 ب 6 موجب سالب 2 في 4 ب 8 سالب 14. تلاتة على اتنين واحد على تلاتة على اتنين صاد سالب ربع عين سالب اتنين على اتنين في الواحد بتساوي واحد على تلاتة في سالب سالب بموجب تلاتة على اربعة بتساوي واحد في اربعة على تلاتة بتساوي اربعة على تلاتة. تانية بعد كده أوجد ناتج حاصل ضرب ده كله في بعضه، أيوة نص ب ستة ب، انتبه بقى ده نص اتنين على تلاتة
تلاتة على أربعة، أربعة على خمس إلى 99 على 100. شوف دي بتروح مع دي، دي مع دي، دي مع دي، دي مع دي مع دي مع دي لما توصل لتشيل المية، يبقى فاضل ايه؟ واحد على مية. اما تشيل 99 هتوقف، يبقى بقى ايه؟ واحد على مية. ما ناتج حاصل الضرب اذا كان اخر عدد نسبي نون ناقص واحد على نون؟ في المسألة نفسها اذا كان عدد نسبي نون ناقص واحد على نون، ناتج ما ناتج عدد حاصل الضرب اذا كان اخر عدد نسبي نون ناقص واحد على نون. انتبه كان اخر عدد نسبي لما كان 99 على 100 ادتني واحد على 100، يبقى الناتج الضرب عند نون ناقص واحد على نون هو واحد على نون مقياسا بدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.